مبادرة خير نون النسوة زارت معهد الأورام واحتفلوا مع الأطفال، قدموا لهم المساعدات في رسالة لدور المجتمع المدني في الوقوف بجانب مرضى السرطان. تفاصيل الزيارة مع شنودة سعد. نظمت بعض السيدات مبادرة خيرية تحت اسم نون النسوة، وذلك لزيارة المعهد القومي للأورام وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي ورسم الابتسامة والفرحة على وجوه الأطفال. المبادرة بقى لها سنتين ونص في العمل الخيري، احنا لينا ايفنت كل شهر، ودايما بحب اسلط الضوء على المستشفيات الحكومية اللي هي ما عندهاش الامكانيات المادية ان هي تعمل اعلانات في التلفزيون بس، وبنجمع الناس. والنهارده كان اول مره بقى معانا حاجه جميله قوي، معايا مدرسه انترناشونال في التجمع، الولاد جايين النهارده يشاركوا معانا في اليوم الجميل، جايبين هدايا للاطفال، اطفال مصابين بالكانسر، وطبعا الى جانب طبعا التبرعات الماديه. الخير بيجيب خير زي ما بيقولوا، فالواحد يعني لو متضايق شويه وعملت خير انت بتحس ان انت ارتحت. لما انت تحس ان انت بسطت حد قدامك او اسعدته باقل حاجه انت ممكن تقدمها له، انت كمان هتنبسط وانت كمان هتحس بالسعاده. فهي دي الفكره، ليه احنا جايبين النهارده معانا اطفال ومدرسه، وانا شخصيا جايبه اولادي كمان معايا، لان اخذنا بالنا من الفتره اللي فاتت دي ان الاولاد ممكن يكونوا بيسمعوا، بيقعدوا قدام التلفزيون متاثرين، لكن ما شافوش ده وما عملوش ده بنفسهم. فقررنا ان احنا نجيب نبتدي مدرسه فصل فصل، يجي يمشي معانا ويشوف الناس دي بيعملوا ايه، بيحسوا بايه، هم يحسوا بالخير اللي هم بيعملوه، لان اكيد ده هياثر فيهم ويطلعوا بقى جيل زي ما احنا اتربينا زمان بيعرف يعمل خير ازاي. لو كل واحد جمع 100 جنيه من اهله واسرته جيت بره، هنقدر فعلا نساعد كل طفل، ونقدر فعلا نساعد كل اطفال وملايين من الناس ان هم يتعالجوا علاج سليم. احنا بنجمع بعض سيدات او بنات، والنهارده شرنا ان احنا نجيب معانا اطفال مدارس عشان نزرع البذره فيهم وجواهم ان هم يعملوا عمل خيري ويبقى مستمر دايما. بقول للشعب المصري وكل مواطن مصري، تعالى تبرع، مش لازم بفلوس، ممكن بمجهودك ان انت تيجي ترسم الفرحه على وشوش الناس المريضه، لان هم محتاجين حد يدعمهم ويفرحهم ويساعدهم ويبقى واقف جنبهم. مبسوط بالمنظر اللي انا شايفه دلوقتي، الناس جايه تنزل وتتفرج على المستشفى والامكانيات والحاجات اللي احنا بنعملها، اللي احنا في حاجه فعلا غير الدعم المادي، في حاجه في الدعم المعنوي، وعشان الناس برضو تشوف احنا بنبذل مجهود قد ايه تجاه مرضى الاورام. بالنسبه لنا احنا ابسط حاجه في العيادات الخارجيه عندنا بنستقبل من 900 ل 1500 مريض يوميا، تقريبا المتوسط في الشهر بيوصل ل 25000 مريض. 25000 مريض نتخيل بقى بنقدم لهم قد ايه من امكانيات تشخيصيه علاجيه في مختلف كل التخصصات وكل الاورام. مبادره ذات اهميه كبيره، فهي تؤثر بشكل ايجابي في حياه الفرد والاسره، ورمزا للتكاتف والتعاون بين كل افراد المجتمع ومختلف المؤسسات. شنودة سعد، 90 دقيقة، قناة المحور.